السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم كوزين ام زد. اليوم ان شاء الله جينا نتكلموا على واحد الدرس مهم جدا في اللغه الاسبانيه، وهو الروابط. كيف تكلمنا اللي في الدرس اللي فات، يعني في الفيديو اللي فات اللي كنشكركم هذا المنبر، يعني لقى واحد التفاعل كبير، يعني واحد الدرس واحد الفيديو تعليمي، يعني ماشي ترفيهي، تعليمي، يلقى واحد العدد كبير مشاهدات وكذلك واحد العدد كبير ديال اللايكات في الظرف وجيز، يعني هذا انجاز كبير. هذا دليل على ان الفيديو عجبكم، وكنشكركم هذا المنبر على التفاعل ديالكم. وجيت في هذا الدرس نتكلم لكم على الروابط واحدين اخرين، يعني بزاف ديال الناس طلبوني بان نزيد نعطي روابط اخرين، لان كاين بزاف منهم ماشي كاين. كنا تكلمنا على الدرس اللي فات تقريبا شي 7 ولا حتى 10 تقريبا، ولكن هما بزاف تقريبا بزاف، هما كتستعملوا بزاف في الربط بين الكلمات لتكوين جمله. كيف قلنا الدرس اللي فات بانك بزاف مني وجبد، يعني جبرت واحد المشكل كبير بانني بزاف كلمات كنعرف كلمات كامله، تقسيني شني هذه، نقول لك كاميرا شني هذه، نقول لك بيسي شني هذه، يعني كلمات، يعني الاشياء الاسماء باللغه الاسبانيه كنعرفهم، وكذلك التحويل والافعال وكشي، ولكن باش نكون جمله مفيده يعني كانت عندي فيها واحد الاشكال، وكنت طرحتها بزاف ديال الفيديوهات المشاكل وكيفاش انني تغلبت عليها. وهذا بين هذه المشاكل اللي كيطرحوا هذا الشيء، السبب ديال المشاكل هو باننا ما كنعطيوش الاهميه، كنبداو نتعلموا الاشياء الكبيره وكنغفلوا الاشياء اللي مهمه، وهي هذه الروابط. كنتعلموا شنو هي الدار كاسا، شنو هي المدرسه اسكويلا، شنو هو الطوموبيل كوتشي، الحاجات كبارين، ولكن باش نربط بيناتهم ما كنتعلموهاش. وهاد الروابط بطبيعه الحال هما بحال اللغه العربيه اللي كنسموها حنا ان واخواتها، كان واخواتها، اللي كتستعملوا بزاف، هي مثلا على، في، فوق، تحت، وراء، مثلا عن، اما، ان، كان، هادو هما كلمات بساطين اللي كنهملوهم بزاف، تنتينا تجبرك هملتيهم كنهملهم، ولكن عندهم واحد الدور مهم جدا، يقدر بان هي تكون العرقله ديالك بان ذاك تحدث هي المشكل بان ذاك هملتي هذا الدرس هذا. وان شاء الله في الدرس هذا في السلسله هذه تقريبا هما قسمتهم تقريبا على شي 3 ولا 4 ديال الفيديوهات، يعني هما كاين بزاف ولكن قسمتهم، وغنطرحوا ان شاء الله كم كالعاده ديالنا غنطرحوا، نحاولوا اننا نطرحوهم بواحد الطريقه مريحه، واحد الطريقه يعني اللي تعجبكم، وكذلك مصحوبه بمجموعه من الامثله، وان شاء الله كنتمنى ان الدرس ينال الاعجاب ديالكم. كذلك نوصيكم اخواتي بان عندنا صفحه رسميه، كنعاود ناكد لكم عندنا صفحه رسميه، حيت بزاف ديال الناس كيكتبوا لي في الكومنتير كيقولوا باننا هضر بشي حاجه باش نقدر انني نكتب هاد الجمل ولا نكتب هاد المواضيع هذا، ولا حتى انا كذلك في الساعه ملي كنت كنتعلم كنت دائما كنبغي يعني كنتعلم وكنشبر دفتر وستيلو وكنكتب هاد المواضيع، ولكن انا ما جبرتش الصفحه اللي تسهل عليا، ولكن نتوما عندكم الصفحه اللي تسهل عليكم هادشي بلا ما تكتب، بلا ما تحتاج لا ورقه لا ستيلو، هادشي كامل اللي كنقولوها، الامثله اللي كنقولوها كامله خليتها لكم في الصفحه، تقدروا تدخلوا الدروس كاملين، عجبوا كتابه بالامثله بالوضوح، كتابه كبيره واضحه، ما عجبوا حتى شي مشكل. هضرت بزاف، اجي نبداو الموضوع ديالنا. كما قلت لكم بان بريبوسيسيونيس هما الروابط، يعني هذيك الكلمات البسيطه والصغيره كتجبرها، ما يعني كلمه فيها جوج الحروف ولا ثلاثه الحروف ماكسيموم، ولكن عندها واحد المفعول كبير وتقدر تساعدك بزاف انك تكون جمل مفيده بواحد الطلاقه بلا مشاكل. غادي نبداو باول بريبوسيسيون وهو كون، جوج الحروف كون، المعنى ديالها عاده اذا ترجمناها بالعربيه غتكون يعني مع او بي، مع ولا بي، مثلا باش نعرفوا نعطيو بعض الامثله. كما كتعرفوا بان المشروب الرسمي في القهوي وهو كافي كوليتشي، كافي كوليتشي، دخلتي للقهوه ولا دخلتي للبار تما وحرفت لك شنو تطلب، كافي كوليتشي، وهو القهوه بالحليب، كافي كون ليتشي، قهوه مع الحليب ولا بالحليب كيف قلنا، يعني كون معنى ديالها يقدر يكون مع او بي، كافي كوليتشي، كافي كوليتشي. نزيدو امثله اخرى، هي في الساعه اللي كتكون انت ماشي مسافر واول حاجه كتبغي تقول لك الوالده، يعني خصوصا ملي كتكون كتسوق كتقول لك سوق بشي حاجه، يعني خذ بهدوء ولا خذ بحذر، خذ بحذر، يعني سوق بشي حاجه عليك، هي بالاسبانيه كوندوثي كون كويدادو، كوندوثي هي سوق،
conduce con cuidado. Conduce con cuidado. متى اخر يفسع مثلا اللي كتكون خصوصا في عيد الكبير كتبغي زعما دير فيها زعما واعي دعم الوالد مثلا شرا الكبش كتبغي زعما تطلعوا مع السطح كتاخذ نتايا القنيبه كتبدا كتشد الحاول باش تطلعوا للسطح وكدير ديك الشده ديال فاطمه الزهراء كيدور فيك الوالد ديالك كيقول لك وات شد مزيان ولا جبد مزيان بالاسبانيه تيرا كون فورسا يعني شد بقوه شد بقوه تيرا كون فورسا تيرا كون فورسا لو فيك الساعه اللي كتعرض صاحبك زعما شي عشاء كتنزل للطاجين كيشد هو كيشبر الموسو الطينيدور هذاك اللي جداد كتشد انت كتزول لك شي من يدك كتقول له ما تشوهناش اصاحبي اكل بيدك كومي كون مانوس كومي كون لاس مانوس يعني كل بيديك كل بيديك كومي كون لاس مانوس كذلك في كلمة كون يعني كيوقع واحد التغيير بسيط في ديك الساعة اللي كنقولوا احنا باللغة العربية الضمير المستتير تقديره هو وهي يعني الخرابة يعني ملي كتقول مثلا معه ولا معها ولا معي ولا معك معك ولا معي يعني كيوقع التغيير هنا عيفة جد بيرسوناخيس يعني بيرسوناخي بريمير بيرسوناخي سيغوندو بيرسوناخي يعني تو وجو تو و جو مثلا كيداتي كوميغو مثلا بقى معايا كيداتي كوميغو ابقى معي كيداتي كوميغو كتكتب بهذه الطريقه هذه كتكتب كومي كون ميغو لاصق كلشي لاصق مع بعضه في هذه الحالات فقط اللي في هذه الحالات فقط اللي كيجي بهذه الطريقه اما في الحالات الاخرى ديما كيجي سيبارادو يعني مفصول يعني كيجي لاصق مع الكلمه في الحاله ملي كتبغي تقول معي او معك مثلا انا اتكلم معك جو ابلو كونتيغو كونتيغو شوف كيف كتكتب انا خليكم هنايا كيف كتكتب يعني كتكتب لاصقه كون كون تيغو معك يعني في اللو برومي بيرسوناخي كنقولو كوميغو معي ولا كونتيغو معك نمر كلمه اخرى وهي كلمه كونترا كونترا معروفه يعني حنا في الشمال كنستعملوها بزاف مثلا ملي كتسول شي واحد مثلا مع من لعبه المدريد مثلا كيقول لك مدريد لعبه كونترا بارسا كونترا بارسا يعني ضد البارسا ولا مثلا فيك الساعه ملي كتكون لاعب ضد شي فرقه مثلا في الحي ديالك كتقول له انا لاعبين كونترا الحي الاستقلال مثلا ولا كونترا المضيق وهاد الكلمه لا باس بها سهله بغيت ندخلها لكم هنايا ما كتستعملش بزاف ولكن بغيت ندخلها لكم لانها سهله وانكم تقدر تتعلموها وتقدر تستعملوها في اي وقت نعطي واحد الامثله مثلا كتقول اوي خويغا ريال مدريد كونترا المالاغا اليوم لعبه تلعب الريال فريق ريال مدريد ضد الفريق مالاغي اوي خويغا ريال مدريد كونترا المالاغا ولا فك الساعه اللي قلت لكم كتعاود شي فيلم شي صاحبك كتقول جاكي شان خرجوا عليه خمسه دافن كونتر يعني تشاجره ضد خمسه ديال اللصوص ضد خمسه لصوص كتقول بالاسبانيه جاك بيليا كونترا فينكو لادرونيس جاك هو الاسم جاك جاكي شان ولا مثلا جاكي شان بيليا يتشاجر كونترا يعني ضد فينكو لادرونيس لادرونيس هي شفارة ولا لوسوس مر كلمة أخرى وهي الكلمة كتستعمل بزاف يعني إذا بغينا نترجمها بالعربية ما عندهاش واحد مثل يعني واحد التعبير بالضبط ولكن نقدروا نعطيو لها يعني قريبا بدون يعني دون ولا بدون مثلا نعطيو بعض الأمثلة مثلا في هذيك الساعة اللي كتجبر شي واحد مثلا كيقيل يصحصح على شي واحدة أنا عندي الطوموبيل أنا عندي مع شني وكنبغيك وكتبقى بالحق التحسيحه ولا الكذبه الكبيره هي ما نقدرش نعيش بلا بيك نو بويدو فيفير سين تي نو بويدو فيفير سين تي ما نقدرش نعيش بلا بيك يلا اخوات ها هي واحد العباره يلا انتشروا في الارض فسادا ولا في هذيك الساعه اللي كتجبر ضروري تكون عندكم شي واحد شي صديق ديالكم اسمه احمد اللي دائما كيجي بوجهه دائما كبعث له شي عراضه ولا شي حاجه دائما كيجي كادوره يعني بالوجه القاصح
كديروا مع بعضكم مثلا 100 درهم لواحد باش تمشيو تتعشاو ولا ماشي شي رحله، تصدق ضروري هذيك احمد هو اللي كيجيب وجوه هذوك، كيدير راسو زعما انسى ولا ما معاهش الفلوس ولا وقع له شي حاله طارئه ما عرفش كيفاش يجبد الفلوس ولا يما شدد عليه الباب، المهم شي حاجه تما. الساعة اللي كتبغي تخلصو كيقول لك باقي لك 100 درهم، كتقول له احمد جا بدون نقود، احمد بيني سين دينيرو، احمد بيني سين دينيرو، يعني احمد جا بدون مال. ولا كنقول واحد الطريقه اخرى مثلا اللي كتكون عارف هذيك صاحبي احمد ملي كيجيب لها فلوس كيقول لك كتشوف الفلوس ناقصين كتقول له ضروري بدون شك احمد جاء بدون مال، بدون شك احمد جاء بدون مال بالاسبانيه سين دوداس، احمد بيني سين دينيرو، سين دوداس يعني دون شك، هذه كتستعمل بزاف هذه الكلمه هذه سين دوداس يعني بلا شك، بحال كنقولوا حنايا بلا شك ضروري غيكون فلان مثلا احمد جاب بلا فلوس بدون شك، هذه الكلمه يعني كتستعمل بزاف سين دوداس، يعني هذه الكلمه اللي كنتعلموها زائد معها دوداس هي شك، شك خصوصا كتسمع مثلا كيقول الاستاذ كيشرح كيقول لك الجين تينا الغونا دودا، يعني عنده شي شك ولا عنده شي تساؤل ولا عنده شي حاجه ما فهمهاش. كنزيد ناكد عليكم بان هاد الجمل كامل اللي قلناهم في هذا الفيديو هذه عجبرهم في مكتوبين معدلين مسطرين مع سيدي مزوقين في واحد الباج ويب ديالنا، ادخلوا تقراوهم بلاتي عليكم وبتمعهم بلاتي وفوقاش ما بغيتو، وان شاء الله في المستقبل الباقي غنديروا دروس اكثر ونديروا مواضيع اكثر، وان شاء الله الصفحه تمشي مع دابا بحال ما فيهاش بزاف ديال المواضيع، ولكن شيئا فشيئا غنمشيو حنا كنزيدوا الدروس في اليوتيوب وكذلك كنزيدوا الدروس في الموقع ديالنا. الكلمه الاخرى وهي سي، سهله هذه الكلمه غير هذه، مثلا سي تقدر تعقدك في حياتك، تبغي نهار توقف عليها تعقدك في حياتك، ولكن هي سهله سي، سي بالاسبانيه لا هي نو نو، وسي هي سي يعني نعم سي، ولكن حنا ما نستعملوهاش في النطاق هذه، يعني سي هي نعم هي وي بالفرنسي اوكي باللونجلي نعم باللغه العربيه، و نو هي نو بالفرنسي نو باللونجلي نو بالفرنسي اي لا بالعربيه، ما نهضروش عليها على الدور ديالها كسي يعني كنعم، نهضروا عليها بواحد الدور عند واحد يا اخو راهو طبيعه الحال اذا جات بوحده قال لك مثلا شي واحد كيرس كومير خصك تاكل تقول له سي يعني نعم يعني باينه، تقول سي وعاد تسكت باينه في الموضوع، يعني سي كالدور ديالها هي نعم بهذا، ولكن ملي كتجي داخله في شي جمله مخلطه في شي جمله داخله في شي جمله عارفه بان الدور ديالها هو الثاني اللي عند الكركم دابا. سي بالاسبانيه كاينه حتى في الفرنسي كنظن سي باللونجلي اف كنظن يعني هي ايدا بحال كنقولوا حنا باللغه العربيه ديالنا ايدا، ولا مثلا بعض المرات كتلعب الدور لو ايدا يعني في حالات الشروط ملي كتبغي تشرط اذا جا لعندي طلب مني السماحه انا نسمح له بحال هيدا بحال اللي كتشرط، هاد السي كتستعمل في الشرط يعني ملي كتبغي تطرح شي شرط مثلا اذا بغى يجي اذا جا لعندي اذا جا لعندي غادي نسمح له اذا ما جاش ما نسمحلوش، يعني اذا كتشرط هيدا كتستعمل سي في اللغه الاسبانيه. انا نعطيو بعض الامثله، هذيك المثل المشهور يا خور يعني اللي كنتعلموا اول مثل اللي كنتعلموه ولا اول كلمه اللي كنتعلموها في الفلسفه هي انا افكر اذا انا موجود، اذا هما كيقولوها بواحد الطريقه اخرى كيقول لك اذا فكرت انا موجود، بالاسم الاسباني كيقولوا سي بينسو اكسيستو يعني اذا فكرت انا موجود، سي اكسيستو بردون سي بينسو اكسيستو كيقول لك اذا فكرت انا موجود، وبعض الحالات كتلعب الدور لو زعما لو جا بحال هذا، حتى لو كنستعملوها حنا بعض المرات في الشروط يعني لو كان جا لعندي مثلا بحال هكذا، حتى في الاسبانيه كنقدروا مثلا بعض اللقطات ولا بعض الجمل تقدر تستعملوها في لو، مثلا نعطيهم مثال مثلا كتجبر شي واحد بزاف كيحلم شي واحد كيمشي بعيد في الاحلام كيقول لك بعدا كنت غني لاباس عليا شني ندير ندير كذا وكذا ونعمل ونفعل ونصنع ونترك، بالاسبانيه كيقول لك مثلا مادري ميا سي فويرا ريكو، كنت بحال كنقولوا حنا في الدرجه ديالنا بك كنت لاباس عليا اذا كنت لاباس عليا ندير وندير ونفعل ونصنع. دابا نعطيكم واحد المثال فيه واحد السي واحده اخرى يعني في الاسبانيه كاين واحد السي واحده اخرى عرفوها شني كاين،
نعطي لكم في المثال، مثلا كتقول كتجي شي كطيح ولا كتجي شي زرديحه واعره ما كتقدرش يعني كتشنك في الارض يعني ما كتقدرش تنوض، كيبغيو زعما ينوضوا كتقول لهم محال واش لا اظن يعني ما كنظنش بانني نقدر نخلف ولا نقدر انني نتمشى، كتقول نو سي سي هي باقي ان شاء الله نجي عندكم في الدروس مستقبلا، سي هي فيربو صابر هي اعلم ولا اعرف، لا ادري ولا ادري اعرف، مثلا كتقول نو لو سي هذه معروفه خصكم تعلموها هذه نو لو سي عاد تفيدكم بزاف، نو لو سي كنت قلتها في واحد الدرس يعني اذا رجعتم الدرس اللي قبل من بين الجمل الاكثر استعمالا يعني نوصي هي ديك كتدربها بنكره بحال اللي كنقولوا حنا في الدارجه ديالنا زباق الميم درتاح ما نعرف ما نعرف هي هادي نوصي سقسك شي واحد نوصي اش كاين نوصي مالك نوصي ما نعرف داني راسك فهاد الجمله هي فيربو صابير كدا هي فيربو ايريغولار كدا جو سي تو سابيس ال سابي نوسوترو سابيموس نوسوترو سابيس ايوس ولا ايا سابين من بعد مستقبلا ان شاء الله نعمل لكم دروس على الافعال كيفاش تصرفوهم كذا وكذلك كنت هضرت على الفيديو بطريقه كيفاش انك تصرف الافعال غنخلي لكم كذلك في صندوق الوصف المهم نرجعوا للامثله ديالنا كنقولوا مثلا كنقول نو سي سي بويدو كامينار لا ادري لو ان اذا كنت استطيع المشي نو سي لا ادري نو سي سي بويدو سي بويدو كامينار لا ادري اذا كنت استطيع المشي وكذلك السي هذه كتستعمل بزاف بهذا النطاق هذا يعني بهذه الجمله هذه ديما كتستعمل مثلا اما كتستعمل معها مثلا نو سي ولا كتستعمل معها كلمه اخرى مثلا كتقول افير أبير سي بويدو كامينار أبير هذيك تستعمل بزاف وكذلك هذه النطاق هذيا أرى نشوف حاجة نقول حنا أرى نشوف واش نقدر حمد كتبغي تجرب كتقول أرى نشوف واش نقدر أنا تانا ندير بلاتي نشوف واش نقدر أنا تانا نعمل هذيا بلاتي نشوف واش نقدر أنا نهزها بلاتي نشوف بحال هكذا بلاتي نشوف واش نشوف واش نقدر ولا واش ندير واش نصنع واش يعني باللغة العربية ديالنا حنا في الدارجة ديالنا كنستعملوها بزاف كذلك في اسبانيا استعملها بزاف اسمع تستعمل أبير سي بويدو كامينار أبير سي بويدو كامينار أنا نشوف واش نقدر نخلف يعني كتبغي تجرب نمروا كلمة أخرى وهي سي نو هذه الكلمة هذه إذا بغيتي أنك تعربها باللغة العربية بالضبط إذا ما تصدقلكش يعني خصك يكون عندك ثقافة إسبانية ولا ثقافة أوروبية باش أنك تقدر يعني خصك تبقى تبراكتيكي بها وتبدا تتعلم أنك تستعملها في الجمل باش أنك تعرف تزيدها في القاموس ديالك وفي الثقافة ديالك هذه الدور كتلعب بحال الدور د أو علين تقريبا بحال أو ولكن ماشي بالضبط هذه كتستعمل بحال واحد باش تعطي واحد الخيار مثلا إذا كاينه هذه جيب لي كذا إذا ما كايناش جيب لي حاجة أخرى بحال كتقول مثلا جيب لي واحد التعبئة ب 5 دراهم إذا ما كايناش جيب لي 10 دراهم مثلا كتقول تراي اون ريكارغا دي 5 درهم سينو دامي لا دي 10 يعني اعطيني 5 دراهم إذا ما كايناش اعطيني 10 مثلا نعطي بعض الأمثلة هي مثلا كتقول إذا كانوا عندك الفلوس راه كلامك حلو إذا ما كانش عندك ما عندكش الفلوس كلامك مسوس بحال هكذا هما باللغة الإسبانية كيقول لك سي تيينس سي تيينس نرجع لأن هذيك السي القبيلة إذا عندك الفلوس سي تيينس دينيرو باليس سي نو يعني إذا ما عندك تحققش الشرط الأول سي نو نو باليس نادا كيقول لك إذا عندك الفلوس راه الكلمة أنت تساوي غير ذلك فانت لا تساوي شيئا يعني دم تحققش الشرط الاول عدل الشرط الثاني سي تيينس دينيرو باليس سي نو تيينس نو باليس بارا نادا ولا بحال المثل اللي قلنا في الاول مثلا كتقول مثلا تريمي اون بيتزا سي نو اون ساندويتش مثلا جيب لي مثلا بيتزا ما تاكدش بلي واش يكون عنده بيتزا ولا ما عندوش انت ناقص في الاول بيتزا ولكن في حال اذا ما جبرهاش ما يجيش يدو خاوي كتقول اذا ما كاينش في حاله اذا ما كانش ديك البيتزا جيب لي شي ساندويتش مثلا جيب لي شي بوكاطا ولا شي ساندويتش هذه الكلمه هذه يعني كتعاون في بعض المواقف ديال الاحراج مثلا اذا وقفتي في شي احراج هيدا كتقول له مثلا شي واحد عيسي نو يعني كيعرف راسو يعني كيعرف الهضره كيف ماشى مثلا انت واقف كارد بور في شي محل هكذا وكيدخل الناس عيب لامبيتاسيون بغا شي واحد يدخل
كتقول له لو سينتو، كتقول له بور فافور دامي لانفيتاسيون، كيقول لك ما عنديش. كتقول له كتقول له لا انترا لك ولا لا انفيتاسيون سينو، يعني كتقول له عادك سينو، وكتبدا تطول عليها يعني خصو يعرف راسو هو. الا اذا كان شي واحد بالقرب ما كيفهمش راسو، كتقول له مثلا لا انترا لك اون انفيتاسيون سينو، يعني اذا خصو يفهم راسو. اذا بقى لك سينو كي، يعني اذا لا شني، اذا ما كاينش بيت شني، كتقول له نو بو دي سنترا، يلا جبعت جبد، يلا شري السلك. ما فهمش راسو، عطينا بالصوغ تقول له زعما سينو اذا ما كاينش، يعني ما اسمح لي، يعني اذا ما عندكش الفلوس اسمح لي، ما سينو سيتينيس دينيرو، اذا عندك الفلوس انترا سينو، يعني فهم راسك، يعني ما نحرش نقول لك تمشي بحالك بحال هكذا، يعني كيتجبد على جبر بزاف الكوار كيجبدوا عليها هذيك، يقول لك لا انترا لك اون انفيتاسيون سينو، يعني فهم راسك صافي، خصك تفهم راسك، تقول له بالي بالي صافي تمشي بحالك. وكنعاود ناكد عليكم، كنعاود ناكد عليكم بان هاد المواضيع كاملين عندنا في باج ويب ديالنا، وكذلك ما تنساوش انكم تشتركوا، عم نخلي في بعض الجمل بحال هكذا، عم نديرهم في الانستغرام في الصفحه ديالنا على الويب. بقات لنا ساعه ساعه كتفرج في الفيسبوك هيدا كات مع راسك هيدا، وساعه كتطلع لك واحد الجمله بعدك، ما بقاش انت ناقص تبعي الخوا الخاوي وهذا، ضروري يطلع لك دابا تشترك معايا، يطلع لك واحد النهار واحد ملف هيدا فيها شي مثال ولا شي جمله مفيده مثلا معبره، لان نقدر نتعلمها الطريقه ان شاء الله، عم دابا خدامين بها الجمله اللي عاد تستفد منها واللي عاد تحتاجها في مستقبلا اذا كنت كتعلم اللغه الاسبانيه. وهاد الفيديوز كاملين خصكم، يعني خصكم ضروري اخواتي بانكم تشجعونا بلي لايك، سينو سينو